دلوقتي هنتعرف مع حضراتكم على اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، وكمان اهم المباريات اللي هتتلعب في الدوري الاسباني. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون نقاشي عن دمج وتأهيل المفرج عنهم بقوائم لجنة العفو الرئاسي، وده في إطار الفعاليات اللي بتنظمها التنسيقية حول القضايا المطروحة المدرجة ضمن الحوار الوطني. ويتناول الصالون مجموعة كبيرة من المحاور، منها قرار إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وآليات دمج المفرج عنهم ودور الدولة والمجتمع المدني لإزالة وتقليل التحديات أمام فكرة إعادة الدمج والتأهيل وتفعيل استراتيجية حقوق الإنسان في إطار مخرجات لجنة العفو الرئاسي ورؤية الدولة. النهاردة مجلس الدولة هيفتح الباب لتقديم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بوحدة تعيينات الأعضاء، وهيستمر لحد يوم الأربعاء 25 يناير 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث. النهاردة هتستأنف كليات جامعة القاهرة عقد امتحانات نهاية الترم الأول، وده على مستوى كليات الجامعة وطبقاً للجداول اللي تم إعلانها بعد الانتهاء من أجازة عيد الميلاد المجيد. لعشاء الدوري الأسباني موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في ختام الجولة 16 من المسابقة، هيلتقي أتلتيك بلباو مع أوساسونا الساعة 10 بالليل.